بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا في فلسطين الحبيبة. معالي وزير الأشغال العامة الدكتور وفيد الحسيني الأكرم، مندوب دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمدالله، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم جميعا. بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات سعادة أخي نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب ونائبه وإخوتي أعضاء المجلس وكل أهلكم في الأردن. الأردن بلدكم الثاني، ولاية فلسطين القلب النابض دوما بإذن الله. إن مشاركتنا في هذا المؤتمر السنوي الخامس للهندسة والمساحة في فلسطين ينبع من حرصنا على التنمية المرجوة والتي نطمح بها في فلسطين. فمثل هذا المؤتمر يوضح ويطور المفاهيم والحاجات الملحة للمسوح والتسميات الدقيقة التي أصبحت متطلبا لكل عمل هندسي من بناء أو جسور أو خدمات أو غيرها. كذلك فإن حاجاتنا إلى التخطيط المكاني المرتبط في توزيع السكان واستخدام الأراضي ومساحة الأراضي أيضا وما فيها من أمور تنظيمية بين السكان وتوزيع وتسجيل الأراضي. ولتحقيق الفائدة المرجوة من هذا العلم لا بد لنا من مواكبة أحدث التطورات والتقنيات في مجال المساحة والتخطيط، وكذلك يجب علينا المشاركة الجادة والفاعلة في هذه المؤتمرات واللقاءات وتقديم البحوث والدراسات التي تخدمنا في هذا المجال. من هنا ونحن كنقابة المقاولين الأردنيين نقدم لكم كل الدعم وكل الإسناد الحقيقي المعنوي وغيره لتحقيق أهداف هذا المؤتمر وغيره إن شاء الله، ونعدكم بمزيد من المشاركات في كل المؤتمرات القادمة التي تخدم قطاعنا وتنهض به إن شاء الله. وندعوكم أيضا لزيارتنا في نقابتنا في الأردن والتبادل الخبرات بيننا ومع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، فبها إن شاء الله كثير من الدراسات والأبحاث. وأيضا المركز الجغرافي الملكي، يعني إن شاء الله احنا دائما فريق واحد متجانسين لخدمة هذا القطاع. كل الشكر لكم جميعا، وكل الشكر للسادة شركة أكسس لتنظيمها هذا المؤتمر الناجح بعون الله. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.